السلام عليكم. اليوم نسيد نروح للمنطقة تاع حي الأعمال بباب الثوار لنقف على الأشغال تاع التهيئة الخارجية تاع بعض الأماكن اللي ما شفناهمش في الفيديو الأول. المؤسف كالعادة تراكم الأتربة على حواف الطرق في كل الطرق الجزائرية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. للأسف طرقنا كلها مغبرة وتراكم الأتربة على حواف الطرقات، والدولة باقيان مسؤولين باقيين يتفرجوا في هذا المنظر المؤسف والمخجل لكثرة الأتربة على الطرقات. وهنا الطريقة هذه راهي جديدة، هذه عندها يا ربي بضعة أشهر يتم يعني الأشغال بها، لكن لاحظ أن يعني العملية رديئة جدا، يعني تهيئة على الطريق رديئة جدا، رغم أن المنطقة هذه تعتبر منطقة استراتيجية ومهمة وفيها شركات كبار، لكن للأسف لاحظ أشغال تهيئة والله شيء ينوض الشعر في الراس. وهنا على اليمين شفنا الفندق الجديد إيدن ستوب هوتيل إيدن اللي راح قيد الإنشاء. والملاحظ كذلك أنه في ورشات كثيرة، كما هنا على اليمين في ورشة جديدة راهي قيد الأشغال. وهنا في المقابل عندنا مقر جديد لشركة، نوصلوا لتما ونشوفوا واش كاين. المفروض هذه المنطقة هذه يعني التهيئة تاعها تكون اندارت تهيئة منذ يعني مع البداية، المفروض لازم تكون فيها تهيئة خارجية بغرس يعني الأشجار ويعني وضع الأرصفة وكل شيء يكون مهيئ، لكن للأسف الشديد التهيئة إلى يومنا هذا ما زالت يعني في يعني بدائية، تهيئة بدائية. وهنا طريقة مغلوقة، الشرطة مع الباليش. يعني يقول ما بقاش بزاف يفتحوها الطريق هذه. هذه هي حالة الإشغال في منطقة نشوف مشروع جديد قيد الإنشاء. هنا مقر كابي جي ام، لكن هذا هو
مركز اورينتال بيزنس سنتر، مركز الاعمال الصيني هنا على اليسار. هذا هنا المدخل تاع جامعة باب الزوار من جهة المحطة تاع باب الزوار. الجامعة عندها عدة مداخل، هذا واحد من المداخل تاع الجامعة، شيء يعني مؤسف أن جامعة مثل جامعة باب الزوار عندها مدخل رديء بهذه الدرجة، شيء رهيب. المدخل تاع كوري هنا على اليسار عندنا فندق باي دياب، فندق جديد تم إنشاؤه. مشاريع أخرى نكتفي بهذا القدر، ونترككم في رعاية الله وحفظه، وصحة فطوركم وصحة صيامكم، وإلى موعد آخر. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.